وممكن لا. طب اتفضل. في ثانية أنا عايز أحيي سيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هذا الرجل العظيم على المجهود العظيم اللي باذله في محافظة الجيزة، كلمة حق فقط ليس. كل التقدير والتحية للواء أحمد راشد محافظ الجيزة الرجل المحترم. عندي ثلاث أسئلة وأرجو بمعلش. تحت أمرك. أولا حال السيدة رجاء الجداوي آخر كلام إيه يا فندم؟ والله زي ما إحنا. يعني الأمور مستقرة على ما هي عليه وبندعي ربنا إن شاء الله بالشفاء يعني بإذن الله إن شاء الله. طيب هل صحيح كلام الست عبلة دي الجميلة دي إنها خلاص هتعتزل؟ بص هقول لحضرتك على حاجة، هي من فترة من سنتين كده